تعطيك العاصفة في الموزيد. مو هون ايه هون هون طبعا هون استاذ، معقول ما يكون هون وحياة هالطلة الحلوة؟ اذا مو هون بتليفون واحد بخلي يصير هون. انت ما عليك سوى بس تقلي الطول العرض اللون شو القياس، وانا شبيك لبيك محسوبتك سعدة من ايدك. تفضل شو طلبك؟ لا اكسكيوز مي، يمكن انا مخربط بال هي. لا لا استاذ، لا لا مالك مخربط، وانا مخربط هون العياده. في عنا خلع وقلع وتصليح، حشوات ضوئيه مؤقته ودائمه، وتقويم وتجميل احلى الموديلات. واذا حبيت تعمل اكثر من شغله من رايك. اللي شو طلبك؟ شو سجل لك، حشوات ضوئيه مؤقته ولا دائمه؟ هلا هون اكيد عياده. ايه هون العياده، بس بدك ما تواخذني يا استاذ، لانه انا قبل ما اجي لهون كنت اشتغل محل بيع ثياب، وبدك مثل ما تقول اخذ شغله البيع على ثاني، واذا دخل زبون وما بعته بحس حالي مالي عايشه. ايوه ليلي هيك من الاول. خلينا نشوف الخياطه معناتها قصد الدكتوره. والله يا استاذ الدكتوره مو هون، بس انا هون. شو بتحب اخدمك؟ لا بدي سلامتك. رح طق يا رجل رح طق، قسما بالله مرارتي رح تفقع. لك روق ابو الندر شبنه، روق. بعدين العيشه صعبه ما لها سهله، بدها شقا وتعب. بعدين تعال عندك، خطيبتك ببيت اهلها واللي ببيت اهله عالم اهله. يا محمد شو قصتك بتشبه قصه الحوزاني؟ منو هذا الحوزاني؟ رفيقي سعيد الحوزاني، ما بتعرفه؟ لا. لخ صحيح انا لازم اعرفك على سعيد. وين رايح؟ رايح ناديله للحوزاني. لك بلا حوزاني بلا بطيخة مسمير، لك والشقة والدهان، لك يلعن على حظي، لك يلعن على حظي وساعتني اللي تعرفت عليك، لك بدك تخلص. بسم الله عليك يا رجل، شو صار لك؟ ليش هيك نطيت نط؟ هدي. لك شو بدي هدي؟ طب هدول شو؟ هذا البيت شو؟ هدول الاغراض مسجلة وشرايط، شو هاد؟ لك طول بالك طول بالك. شو بيتك؟ ايه بيتي. بده يصير بيتي بهالكم يوم، بدي اخلص لك دهان، هي مسجلتي وهذا الحافي وهي اوعيي، بدي يصير نام هون لحتى اخلص، يشتغل ليل نهار. بشرفك. بشرفي. يعني خلاص حطيت عقل الرحمن براسك وبدك تسلمني الشقة؟ خلاص، رح نفتح صفحة جديدة. لك ربي يجبرك. حبيبي. يلا حاول غسل ناديله للحمزاني. يلا. هلا انت ليه سألتي وين مشوارك؟ كأنه انت عم تنقي يعني مواصفات خاصة لزباينك، يعني على كيفك مثل ما بيقولوا، اللي بيعجبك بتطلعه واللي ما بيعجبك ما بتطلعه؟ لا يا عيوني، طالعين نتسبب بنور الله، بس كنت رايح على المخزن، السيارة مقنتني، كنا بسفرة طويلة امبارح. معك لايتر؟ لايتر؟ وات ذا مينينج جو؟ يعني قداحة؟ قداحة؟ ايه مع اني ما بدخي. مو من هلا، من قبل ما يطلعوا قرار، بس دائما بحتفظ بباكيت وقداحه هيك للمراه شري. قولي شو حلوه، قولي شو حلوه، كثير حلوه هاي. عيونك الحلوه ما بترجع. عيشوا. عم اقطعوا لنا الخط. عيرنا موبايلك، بس بدي احكي تليفون ضروري لو سمحت. لك شو هالموبايل ها؟ علي الطرشة أول مرة بشوف مثله، هو معه شو حلو؟ قدم يعيشوا. ليك شو حلو لونه؟ حدا تشانجا؟ هيك شيء. على فكرة كتير حلو. ما بيرجع. يعيشوا. لعيونا.